البنات كي دايرين؟ لاباس عليكم؟ نتمنى والله تكونوا بخير وعلى خير، يلقاكم هذا الفيديو بصحة جيدة ان شاء الله. اليوم نتوجدوا معايا النهار ديالي ان شاء الله باذن الله، نوجدوا مع بعض الفطور ومن بعد ان شاء الله نوجدوا الغداء. نوجدوا واحد الحريشه، كنحتاجوا بزلافه ديال السميده الرقيقه، قبصه الملحه، خماره، لافاني، معلقه كبيره ديال السكر، نص كاس ديال الزيت، كنحتاجوا الكوك والليمون. هذه السميده باش نرشوها. بسم الله نبداو طريقه التحضير ان شاء الله. نديرو جميع العناصر هنا. غنخلطو هاد الخير. نسيت ما قلتش لكم، درت القشر ديال الليمون. نديرو دابا الزيت باش نبسبوسو. اللي بغا يدير زبدة بلاصة الزيت يديرها. بسم الله نخلطوها دابا، نخلطوها نخليوها شويه تترتاح ونرجع ان شاء الله باش نطيبوها. نطيب واحد الوصفه اخرى دابا من بعد ما ارتحت الحرشه ديالنا ان شاء الله نطيبوها. نبسطها على حسب كل واحد، كاين اللي كيبغيها تكون رقيقه، كاين اللي كيبغي انا كنخليها شويه غليظه. دابا نبسطها ونرش عليها السميده ونرجع ان شاء الله باش نصوبوا. من بعد ما طيبنا الحرشه ديالنا دابا رجعت لكم ان شاء الله بالوصفه التركيه سميتها مهلبه. كنحتاجو مع جوج معالق كبار ديال الزبده، كنحتاجو كاس الطحين ديال الذره، كنحتاجو كاس الماء، كنحتاجو فرماج وقبصه ديال الملحه. ما نكثروش لان الفرماج سميتو يكون مالح غير شويه. دابا نذوبوا هاد الزبده. لينا داك الزبده شويه غنرميو داك الطحين نخلطوه فيه بحال الا كنحمروه، غير يشرب داك الزبده بحال تقريبا بحال غنصوبو لاصوص بيشاميل. اللي ما عندوش الدراري بغا يدير السميده كيدير السميده، ولكن هي الوصفه الاصل ديالها بالذره. دابا نرميو داك الماء، نكبو داك الماء ديالنا ونخليوها دابا تشرب داك الماء ان شاء الله. ومن بعد باش نديرو الفرماج، وهذا الفرماج الا لقيتوه فتقدوا خذوه، راه كيجي اقتصادي وزوين. غنوريكم البلاستيكه ديالو كتجي على هذا الشكل ديال السندويتش. انا كنديرو حتى في البيتزا وكنحطو للدراري هكا كياكلوه كيجي بنين. دابا نخليو الوصفه ديالنا تطبخ تشرب داك الماء مزيان تولي بحال العصيده، ونرجع نوريكم كيفاش كتكون باش نديرو ليها ان شاء الله الفرماج ديالنا. ها هي دابا الوصفه ديالنا من بعد ما شربت الماء ستجي على هذا الشكل. دابا نرميو الفرماج وهي راه كتكال سخونه، ملي كتبرد كتقصح. دابا نخلطو ندخلو ليه داك الفرماج مزيان حتى يذوب ونرجع معكم. ها هي دابا الوصفه ديالنا من بعد ما دخلنا داك الفرماج، ما دخلتوش كله، كتجي على هذا الشكل. هي كتبغي الفرماج بزاف، ونبقاو نستمروا على هاد الطريقه كندخلوا الفرماج وخصنا نقصوا العافيه، لان انا العافيه مجهده راه كتحرق لينا. ملي كنديروا الفرماج كمعلومه ما نوقفوش على التحرك، خصنا نحركوها لان كتهبط القاع الإينو كتحرق. شو كتجي على هاد الشكل. إيما مشى لتركيا مكلاش مفطرش بمهلبة، مفطرش مكلا شعبية، كتجي بنينة، كتكل بالخبز ولا المعلقة، الخبز العربي هما كياكلوها بزاف بالخبز العربي. شو ولي كتوحم تسمح لينا. ها هي الطبله ديالنا ديال الفطور، حطينا شويه ديال العسل، الزويتينات، الزيت البلديه، الزيت المشرمل، طبعا على البرادتين، ها الحريشه اللي صوبنا مع بعض كتجي على هذا الشكل ديال الليمون والكوك. وها هي المهلبه ديالنا كتجي على هذا الشكل. نتمنى الله يعجبكم، ما
نفطر ان شاء الله ونرجع معكم باش نوجدوا الغداء ديالنا وبصحه وراحه. هنا رجعت لكم من بعد ما فطرنا وخرجت تسخرت ورجعت نعجن معكم الخبز. كنحتاجو نص كيلو ديال الفينو، كنحتاجو 4 لتر ديال الماء دافي، درت فيه معلقه كبيره ديال الخميره وغطيتها حتى تفاعلت واحد 10 دقائق. كنحتاجو معلقه صغيره ديال ديال الملحه نديرها معاه. كنحتاجو 4 المعالق كبار ديال زيت الزيتون كنعجنوه مع العجين، والخمسه حيت هو كندير فيه الخمسه د المعالق، والخمسه كنديروهم في الصحن. ملي نعجن ان شاء الله نرجع معكم تشوفوا كي ندير ليه. كنديروا في الزيت، دابا غنديه نعجنو نخلطو ونبقى نكب عليه هذا المشويه بشويه حتى تعجن، ونرجع ان شاء الله باش نوريكم الخطوه الاخرين. ها هو العجين ديالنا دابا من بعد ما عجناه كيجي على هذا الشكل. اللي ما عندوش العجان كيعجنوا بيدو مزيان كيكون مرخوف. دابا غنديرو في اينا مدهون بهذيك معلقه د الزيت اللي قلنا اللي خلينا، حيت هذا الخبز كيكون فيه 5 معالق زيت الزيتون. دابا نديرو له هكا نغطيوه حتى يضعف الحجم ديالو، وعاد نرجع ان شاء الله. دابا ان شاء الله غنرجعو نطيبو الطاجين ديالنا بما يخمر لنا الخبز. من بعد ما عجنا الخبز ديالنا خليناه يخمر، دابا رجعت معكم باش نطيبو ان شاء الله الطاجين ديالنا. البسباس بالكفته كنحتاجو نعطريه شويه ديال المبزار، شويه القزبر حبوب، التحميره، شويه الملحه، شويه الخرقوم. هاد التوابل دابا غنعجنوهم ان شاء الله مع الكفته. نفس التوابل غنديروهم مع الحشوه الاخرى. كنحتاجو المعدنوس، هذه كدار فيها غير المعدنوس، معلقه كبيره ديال المعدنوس، ما كدارش فيها القزبر، كيجي مع المعدنوس. زلافه ديال الجلبانه، كنحتاجو مطيشه مقطعه، البصله، نص كاس الزيت بين زيت الزيتون وزيت المائده. كنحتاجو 4 ديال الكفته، كنحتاجو نص كيلو ديال البسباس عفوا على حسب الافراد الاسره. وكنخويو ليه القلب ديالو لداخل، وداك القلب اللي خوينا في الداخل كنقطعوه باش نديروه مع الكفته ان شاء الله. دابا الطويجين ديالنا راه درتو مع المجمر، دابا درنا البصله ديالنا تشحر، غنخليوها حتى تشحر ان شاء الله، وعاد نرميو مطيشه ونشحروها حتى هي، ونرجع ان شاء الله باش نكملوا التحضير ديال الطاجين. دابا من بعد ما تقلى لينا الطاجين ديالنا نرميو داك المطيشه. دابا نديرو نفس العطريه اللي درنا مع الحشوه ديال الكفته نديروها مع الطاجين ونرجع معكم. من بعد دابا ما درنا الطاجين ديالنا كيتقلى غنرجعوا للكفته ديالنا ان شاء الله، غنرميو عليها داك التوابل اللي قلنا. اللي بغى يضيف شويه ديال الكنجبير يضيفو. نديرو المعدنوس زعما ما كتكونش فيها القزبر، كيجي مع المعدنوس مع البسباس كيجي بنين. دابا نخلطو داك المكونات ديالنا. دابا من بعد ما دخلنا العطريه ديالنا في الكفته كنكوروها. من بعد ما هذا كنكورو الكفته ديالنا كنحاولو نحربلوها بحال هذا الشكل باش تجينا مع البسباس بحال شكل الاصابع. دابا نستمر نكمل هاد الحشوه ديالنا نرجع معكم باش نديروها في البسباس ونصطفوها في الطاجين ديالنا. دابا من بعد ما حربلنا الكفته ديالنا كنهزوها كنحاول نضغطو عليها في القلب ديال البسباس هكا. دابا نستمر نكمل هاد الشيء ونرجعو باش نديرو في الطاجين ان شاء الله. دابا من بعد ما عمرنا البسباس ديالنا بالكفته دابا نصطفوه ان شاء الله في الطاجين اللي كان تقلى مزيان على هذا الشكل. الا ما درتوهش على مجمر اللي درتو على البوطه نقصوا عليه مزيان حيت هو ما كيبغيش الماء، كيطيب غير على الماء ديال الخضره هكا كيجي بنين. دابا غنكبوا عليه هذيك الجلبانه ونغطيو عليه حتى يطيب ان شاء الله ونرجعوا معكم. نمشيو دابا نشوفوا الخبز ديالنا واش خمر. ها هو العجين ديالنا من بعد ما تضاعف الحجم ديالو دابا نخرج منه الهواء. ندور كويرات صغار على حسب الحجم اللي بغيتو، كيجي زوين بزيت الزيتون كيجي بنين. دابا نقرصو بشويه السميده رقيقه، بغيتو تقرصو بالفينو قرصوه،
ما نقرصوش بزاف. من بعد ما بسطناه ان شاء الله غنغطيوه ونخليوه حتى يخس من راه ثاني ونتقبوه بالفرشيط. اللي بغى يرش عليه شويه كوك الزيت الزيتون يرش، ما بغاش كيدخلو هكا تجي زوينه معاه. دابا نغطيه ان شاء الله، من بعد ان شاء الله ملي يوجد لينا الطاجين ديالنا ونطيبو خبزه. الطيب غير كلشي كيعرف كيفاش يطيب الخبز، نطيبو الخبز ان شاء الله ونوجد الطاجين ونرجع معكم باذن الله. ها هو الطويجين ديالنا من بعد ما وجدناه كيجي على هذا الشكل، كيجي بنين. واه الخبيز ديالنا خرجنا من الفرن سخون، نقطع معكم شي وحده تشوفوها ونعاود لكم الدار بريحه زيت الزيتون. كي ولات الشوره كيجي مهشيش، شفتوه كيجي مشوشوش، كيجي زوين بحال ديال الزنقه، والريحه ديال زيت الزيتون كتجي فيه زوينه. نتمنى الله يعجبكم الفيديو ديال اليوم، وبالصحه والراحه. رافقنا مع شويه الشلاضه المغربيه وبالصحه والراحه. حتى الفيديو الجاي ان شاء الله ما تنساونيش الدعم ديالكم للقناه ان شاء الله، باش نزيدو القدام، راه عندنا وصفات زوينين ان شاء الله. يلا السلام عليكم، حتى الفيديو الجاي ان شاء الله باذن الله.